طبعاً الأجواء في العاصمة بغداد ربما بعد يوم الجمعة كان الأمن مستتباً في العاصمة بغداد بعد انسحاب أنصار الكتل المعترضة من سوح الاعتصام، إن كانت أمام بوابة منطقة القادسية البوابة الرابعة أو إن كانت على وزارة التخطيط. ربما في يوم الجمعة تشهد بغداد ربما وضعاً أمنياً غير مستقراً بسبب عدم توافد أنصار الكتل المعترضة من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة بغداد. أما بقية الأيام ربما مستتبة، فقط في العاصمة بغداد في سوحة الاعتصام أمام بوابة جسر المعلق هنالك اعتصام لأنصار الكتل المعترضة، وبالتالي يقابلها انتشار أمني مكثف أمام بوابة المنطقة الخضراء هي المنطقة جسر المعلق. طبعا انتشار أمني مكثف يصحبه بعد يوم الجمعة يعني كانت في المربع الرئاسي في الجادرية وكانت على المقتربات البوابة المنطقة الخضراء. ربما نشهد في الأيام القادمة تصعيدا من أنصار الكتل المعترضة بعد أن تصادق المحكمة على نتائج الانتخابات، سيكون هنالك تصعيد من أنصار الكتل المعترضة كون نتائج الانتخابات لا ترضيهم، وبدأت هنالك حملات التصعيد من داخل أنصار الكتل المعترضة لتأجيج الشارع العراقي. طبعا هنالك احتمالين ليكون التصعيد، احتمال دخول المنطقة الخضراء من قبل أنصار الكتل المعترضة أو إن كانت هنالك تصعيد بالسلاح من قبل أنصار الكتل المعترضة يؤجج الساحة السياسية العراقية إنها لا تقبل بنتائج الانتخابات وقالت إنها زورت. كل تلك الاحتمالين، والاحتمال الثالث ضعناه في بوتقة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و طرد المحتل مثل ما يصفوه أنصار الكتل المعترضة في نهاية السنة. كل تلك الاحتمالات تشير في الأيام القادمة إلى تصعيد خطير من قبل أنصار الكتل المعترضة يهدد الأمن السلمي والمجتمعي في العاصمة بغداد وبالعراق بشكل عام.